FM. الكلمة ليك. احنا كان فما اتفاق حتى مع الانتاج انه نتعاملوا مع ممثلين بالحق. مع ممثلين بروفيسيونيل. مع بروفيسيونيل. خاطر توا مخلطة الدنيا شوية انه انا ما نجمش. شنو مخلط؟ مخلطة. مخلطة معناتها مخلطة. هو من غير ما نزيد. لا لا لا. ذاك اللي يجيبوا فيهم الكباريات. ما نقولش. حاسيلو معناتها ماهيش حك راسك معناها. فما. يا اخي. فما كلامه صحيح يا اخي عنا راهم كانوا بائعات هواء كيفاش يقولوا فيها. اوكي اتم معنى الكلمة راه. ولاو دي ستار في تونس. خويا التاريخ ما يرحمش. شو ما نحبش نوصل. ما نحبش نوصل. لا ربي يعين. نعرف تحب نسميهم انا. لا 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 ربي يعين الناس. لا 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 شوية لحظة. لا وخاصة يجيبونا فيهم من برا واحد وكل شيء. وكل ما ما شكون من البار برشا يا ولدي برشا برشا برشا. لا لا هو لا انا نعرف انا نعرف زاد اللي ما تعرفوش انت. انا نعرف هاي يقول لك انا نعرف اللي ما تعرفوش انت. والله لا اما فما اللي ما همش من الميدان سا سي فري معناتها معناتها ما هي مش ولا ما عندهمش خدمه ولا حاجه. اما راه رد بالك حتى في اوروبا اتونسيون حتى في اوروبا راه مخرج تلفزي ينجم يكون قاعد في قهوه. هذه صارت مع ايزابيل اجاني قاعده في قهوه. المخرج اللي اختارها في قهوة شاف البروفيل متاعها اقترح عليها ولات نجمة في فرنسا. يعني هذا موجود. امش نبني على الاكزامبل متاعك انت. لو كان مشى قعد هو يحكي معه فاميلا اندرسون. لا لا لحظة كان لقاه فرغة راه متعاملش معه معناتها هذوما راهو بيلو فاس. واضح كابا فان الكلمة ليك.